عشت البشوات دي حلوه. اه يا جدعان احفظها يا رب من الزوال. الحياه من غير سهام واخوها جنه. الواحد من قصة الدلع والصراع الفحش مش عارف يعمل ايه ولا ايه. يا صباح الفل والورد والياسمين على ملك الانهاك والارباك، يا صباح الفل على دماغك الالمازات يا قاهر الانجليز، يا من نيمهم من الدهر. دي حاجة بسيطة كده، هما لسه شافوا حاجة. يا سلام النبي، انا برج من نفوخي هيطير. يا سلام عليك يا ملك الانهاك والارباك، ده الجرايد النهاردة عاملة دقة علشانك، والمنشتات مولعة نار، والقلت راس امبارح ولعوا المزهرة لدرجة ان عساكر انجليز فضلوا يتفرجوا على المزهرة بدل ما يفدوها. يوه ده انا لسه هتكتك لهم، ده انا عندي في دماغي حاجات. انا اساسا ما كنتش عاتق افلام الشحات مبروك والست نادية الجندي. امال ده انا هتكتك لهم تكتكة، هاخدهم ورا مصنع الكراسي. وش معنى مصنع الكراسي دي يا معالي الباشا؟ ليه ما يكونش مصنع السكر؟ ده انت اللي سكر. لا لا حاجة كده شغل فنادق. يا سلام على دماغك الألمازات دي يا معالي الباشا، دايما بتشغل البنات بتوع أفكارك زي عثمان. أنا بفكر أخليك دراعي اليمين، شكلك بتفهم جدع. دراعي بس يا معالي الباشا؟ قول رجليك، قول مناخيرك، قول عينيك. لا 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 بس بس كتير كده، هي دراع اليمين بس. ماشي، عايزك تبقى كده زي ألفريد مساعد باتمان. مين باتمان دي يا معالي الباشا؟ الرجل الخفاش. ايه ولسه ما ظهرش لحد دلوقتي؟ ده الواد واصل المجنون مغرق بيه الحيطان، ده انا بنام احلم بيه. ده من رجال المقاومه يا معالي الباشا؟ حاجه زي كده. ينصر الدين الرجل الخفاش. بس مين هو الرجل الخفاش؟ انا يا عثمان، انا الرجل الخفاش. سلامتك يا معالي الباشا، سلامتك. اسمع بس، انا الرجل الخفاش. اسمعني، دي هتبقى خطه جديده لك. هلبس زي الرجل الخفاش واقوم داخل على مخازن السلاح بتاعت الانجليز، اخد اي حتتين سلاح كده اعرف انطشهم منهم وادمر المخازن بقى الباقيه. ازاي بس؟ اسمع الكلام، هعمل اكشن عادي. روح بس انت بص، هات لي ميكانيكي عشان يظبط الاوتوموبيل ابو منافله بتاعك ده، وهات لي ترزي عشان يفصل لي البدله. يا باشا انت عندك بدل كتير، والاوتوموبيل بسم الله ما شاء الله فريرة. فريرة ايه؟ ده ما بيجيبش التانية يا راجل. اسمع الكلام بس، يلا. ده انا بقى ده انا حبسطك، ده انت هتبقى الفريد يا راجل يا طيب. بس انا مش عايز اكون خواجة الفريد. اسمع الكلام يا راجل وروح اعمل اللي بقولك عليه، دي فكرة هتجنن الانجليز. الناس دي اصلا دماغها قديمة، وانا عارف حيالهم عشان هارس افلام القديمة كلها. اسمع الكلام بس وروح اعمل اللي بقولك عليه، ده حاجة كده شغل فنادق. امرك يا سعادة الباشا. بس ايه شغل الفنادق دي يا باشا؟ لا انت حزاها امي بقى.